احنا هنروح على طول دلوقتي نطير لابو ظبي وزميلنا العزيز امير هشام موجود دلوقتي وهيطلعنا بقى على الكواليس. امير يعني بنصبح عليك صباح الفل طبعا، ونقل لنا بقى الصوره عندك كده وطمنا، اتفضل يا امير. صباح الفل عليك يا نهاوند وعلى كريم، وطبعا صباح الفل على الكابتن الكبير كابتن فتحي نصير، وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. يعني اليوم الثالث بالنسبه للنادي الاهلي هنا في ابو ظبي استعدادا لبدايه وانطلاق كاس العالم للانديه باذن الله. الاهلي يكون موفق في هذه البطوله رغم كل الظروف المعاكسه اللي بتواجه او اللي بيواجهها النادي الاهلي، واخرها طبعا اصابه مستر بيتسو موسيماني فيروس كورونا، وان المسحه بتاعته طلعت ايجابيه، فبالتالي يعني المصائب لا تاتي فرادى زي ما بيقولوا، يعني للاسف اصابات كتير وظروف صعبه جدا بيواجهها النادي الاهلي هنا في ابو ظبي. زي ما احنا عارفين بدايه من لاعبي الاهلي المتواجدين في المنتخب في مهمه وطنيه، يا رب بنتمنى لهم كل التوفيق، مرورا ببعض الاصابات، واخيرا مستر بيتسو موسيماني ايجابي كورونا. ان شاء الله هتعمل له مسحه او اتعمل له اوريدي مسحه من حوالي ساعتين تحديدا، منتظرين نتيجتها باذن الله تتحول لسلبيه، ومن ثم ينضم لتدريبات النادي الاهلي او يشرف على تدريبات النادي الاهلي حسب نتيجه المسحه. فان شاء الله باذن الله ايا كانت الظروف لعيبه النادي الاهلي رجاله، الجهاز الفني بالكامل كله بيقوم بالعمل بتاعه على اكمل وجه، والامور ان شاء الله باذن الله تمشي في صالح الفريق. نقطه مهمه جدا طبعا كنتوا بتتكلموا فيها مع الكابتن الكبير كابتن فتحي نصير، وهو فيما يتعلق بفريق مونتيري المكسيكي والغيابات اللي عنده. عايز اقول لكم ان هنا مفيش اي تفكير عند الجهاز الفني او اللعيبه بخصوص الغيابات. ممكن الجهاز الفني شويه بيحاول طبعا بما انه بيدرس فرقه مونتيري فبيحاول يشوف نقاط القوه والضعف في حاله الغيابات دي، ان هي مش هتشارك 11 من 9 ل 11 لاعب تقريبا مش هيكونوا متواجدين في مع مونتيري بنسبه كبيره، لكن من الممكن جدا ان هم يشاركوا بالمناسبه. لكن ده امر مش بيشغل بال اللعيبه اللي مركزه بشكل كبير قوي في ان هم باذن الله يقدروا يحققوا الفوز والانتصار في اول مباراه رغم كل الظروف اللي بيدركها كويس جدا جدا جمهور النادي الاهلي واللي عارفها واللي متابعها لحظه بلحظه طبعا كل جماهير النادي الاهلي. لكن دايما طموح الاهلي يعني لابعد الحدود ايا كانت ايه العقبات اللي بتواجهك بتحاول تتغلب عليها وبتحاول ان انت تتخطى هذه العقبات عشان تقدر تفرح جماهير النادي الاهلي وعشان تسطر بالنسبه لك تاريخ كالعاده. الميزه النهارده في كاس العالم او في النسخه دي في كاس العالم تحديدا ان مجموعه اللعيبه اللي موجوده معظمهم، وانا بقول معظمهم لان عندنا بعض الشباب اللي موجودين من قطاع الناشئين اللي شاركوا مؤخرا في كاس الرابطه، لكن المعظم دي تاني بطوله بالنسبه له فاصبح في خبرات. حتى احنا في اول بطوله خدنا المركز الثالث، فده بيدي ادفانتج بالنسبه للفرقه، بيدي عنصر يعني ثقه وعنصر نفسي جيد جدا بالنسبه للاعبين، كل ده بغض النظر عن الظروف طبعا اللي احنا اتكلمنا فيها. فالثقه موجوده، ولاعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني مدركين كويس جدا جدا ان ايا كانت الامور ايه والعقبات اللي بتواجهها ايه انت مطالب دايما بالفوز، واكيد اكيد الاكتر اللي انت مطالب بيه هو ان انت تأدي اداء قوي جدا في الملعب وتلعب بروح النادي الاهلي، وان شاء الله باذن الله التوفيق يكون حليف النادي الاهلي في مختلف المباريات دي. يعني النهارده هيكون في مران بالنسبه للنادي الاهلي الساعه 8 بالليل، قبليه هيكون في طبعا ميعاد الغداء الساعه 2 الظهر، كل دي توقيتات ابو ظبي، واكيد هيكون في محاضره في الغالب، طبعا المحاضره دي هتكون قبل المران، بس في الغالب مستر بيتسو موسيماني مش هيحضر المحاضره دي وهيكون موجود اكيد كابتن سامي قمصان، هو اللي اتكلم مع اللعيبه، هو اللي اتكلم في بعض الامور والنقاط، الا اذا نتيجه المسحه اتحولت لسلبيه، وده اللي بنتمناه بالنسبه لمستر بيتسو موسيماني المعزول حاليا في غرفته في مقر اقامه النادي الاهلي. لو في اي استفسار انا معاك، اتفضل. يعني امير طبعا بنشكرك جدا، ترجعوا لنا بالسلامه منتصرين باذن الله. ويمكن انا كنت بس النقطه اللي انت اتكلمت فيها وانعكاس سلبيه مسحه يعني بيتسو موسيماني على الفريق هل هي مؤثره ولا لا، انت طمنتنا برضو فالحمد لله، واحنا كنا كده كده متوقعين مهما كانت الظروف زي ما انت قلت لن تؤثر على ابدا الروح في الاهلي. شكرا ليك جدا يا امير، ومره ثانيه ترجعوا لنا ان شاء الله بالسلامه.